برضو كان عندنا السلسلة اللي حضرتك نوهتي عليها اللي هي شاهد على معبر رفح، وهي جنب حضرتك في النافذة دلوقتي. شاهد على معبر رفح أهميتها إيه؟ أهميتها على سبيل المثال للحصر، نجد إن مروية الجماعة الإرهابية عن غلق المعبر صح وللطرافة وللكوميديا السوداء متطابقة مع مروية الكيان الصهيوني. مظبوط. ودي ده شيء يعني نادر وكوميدي أسود. طيب الفيصل هنا إيه؟ الفيصل هنا شاهد العيان، وعشان كده تم اختيار الـ العنوان بدقة، شاهد على معبر رفح. صحيح. حضرتك في قلت إيه؟ عشان الأجيال القادمة، يعني هو الحقيقة إن تشويه الحقيقة ما بقاش بينتظر الأجيال القادمة، ده الحقيقة بتشوه في اللحظة الآنية. صحيح. فما بالنا بالأجيال القادمة. صحيح. أستاذة شفكي، الأحداث اللي احنا شفناها بعينينا في العشر سنين اللي فاتت، في أجيال كتيرة بتسمع عنها مروية مختلفة خالص على التوك. صحيح. ما هو ده بيأكد يعني كلام حضرتك ده أستاذ شريف، أكد إنه مصر خلاص بقت واعية، يعني ما يحدث، نحن نحاصر الإرهاب طول الوقت، سواء في الشأن المحلي الداخلي، يعني سواء من خلال القوى الناعمة زي أعمال زي الاختيار اللي قدرت تعمل توثيق كمان لما حدث في مصر في السنوات الماضية. أنتوا بتقدموا نفس التوثيق، ولكن أيضا في قضية كبيرة، القضية الفلسطينية هي ملف مهم جدا من الملفات المصرية، يعني أجيال تربت على أن القضية دي هي قضية مهمة، وأعتقد القيادة السياسية يهمها جدا أن القضية دي يعني لا تتعرض للتصفية ولا يتم تهجير الفلسطينيين بشكل قسري فتنتهي القضية. فاللي احنا اللي بتعمله مصر الآن سواء بالقوى الناعمة أو سواء بالوقوف زي القيادة السياسية بالتصريحات، وإن هي واقفة طول الوقت، أنا بقيت أحس إن مصر بقت شوكة في 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 رقبة العالم كله، لأن مصر صحية منتبهة لكل السيناريوهات. طيب أنا عايزة برضو أسألك سؤال، يعني شاهد على معبر رفح، أنتم اتعرضتم لأهالي طالعين من النكبة نفسها، يعني طالعين من القصف، طالعين من أهالي واستشهاد لأرواح كثيرة، طالعين لأطفال تم تشويههم. أنا شفت عدد كبير من الأطفال دول في العريش، وشفنا كتير من الأهالي والشباب موجودين في مستشفى العريش. إيه اللي طلعتوا منه من هذا التوثيق؟ يعني التوثيق برضو بيبقى في النهاية بيقدر يبرز أشياء قد لا تراها العين أو لا يعرفها الخبر. يعني اللي طلعنا منه حضرتك بدون أدنى مبالغة أن مصر تقنى جاه، هو ده كان المعنى اللي صحيح. مسيطر على الجميع على لسانهم. طبعا مصر تقنى جاه، ده كان المعنى الرئيس في إحساسهم وفي مشاعرهم وفي كلماتهم. ربنا يزيح الغمة، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل في هذه القضية. ولولا جهود القيادة السياسية وجهود الإعلام المصري ممثل في الشركة المتحدة، كل الجهود دي ساهمت بشكل رئيس في إفشال مخططات كثيرة كانت تراد لهذه القضية. أكيد نحن نملك سلاح الكلمة، وسلاح الكلمة الحرة ده سلاح مهم جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف سعيد، رئيس قناة القناة الوثائقية، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي والقناة الوثائقية. أشكرك شكرا جزيلا.